بيساوي ده يبقى الجين عندي هيبقى كام؟ او ديفيجن هيبقى نص. ماشي، ده بنسميه اللودد جين. ماشي خلاص، فساعتها الباور جين هي اللودد ايه؟ هي اللودد جين. طيب الكلام ده محتاجينه ليه بقى؟ هنشوف دلوقتي. لو انا عندي ده باسيف بلوك، باسيف فلتر، خلاص، لو الريزستنس دي مش موجوده، لو الريزستنس دي مش موجوده، علاقه الباور انبوت بالباور اوتبوت هي لازم تبقى هي خلاص. لو عندي باسيف فلتر رياكتيف، خلاص ماشي، ايه مفيش ديسيبيشن باور، فلازم الانبوت باور اوتبوت باور يبقى ايه؟ قد بعض. طب السيجنال تو نويز ريشيو في الانبوت والسيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت، هل الدايره دي حطيت لي نويز؟ كاباسيتنس ريزيستنس او كاباسيتور اندكتور حطيت اي نويز؟ لا، فالسيجنال تو نويز ريشيو ماله؟ قد بعض. يبقى دايما لو انا عندي اي ناتو، اي ناتو ماشي خلاص، باسيف ريكتيف ناتو ار ال سي، مش ار ال سوري ال سي، خلاص ماشي، لازم الانبوت باور اوتبوت باور يبقى ايه؟ لازم يبقى قد بعض. وهل ده بيحط لي نويز؟ مش حاطط لي نويز خالص. ماشي، بس لو الدايره دي عندي فيها ريزيستنس بالمنظر دوت، هل الانبوت باور هيساوي الاوتبوت باور؟ لا، يبقى حصل عندي ايه؟ لوس في السيجنال. يبقى السيجنال بقى انا كنت مدخل واحد فقلت له بوينت ناين، يبقى السيجنال ايه؟ قلل. طب هي دي المشكله بس؟ وكمان الريزيستنس هتحط لي نويز، فعلت لي نويز وحشيت لي كمان زياده الايه؟ بس النار. خلاص؟ عشان كده عاوزين نجيب النويز فيجر بتاع الراسي بلوك، الراسي فلتر. خلاص؟ معمول من ايه؟ من البز وايه؟ البز سوسيس. خلاص؟ طيب دي ارخم حته في الكورس ما بحبهاش. تمام؟ مش لازم ايه؟ مش لازم ما دام افهم. انا هخش في الكروج بتاعها وخلاص. عشان في حته ممنوع بشير كبيره انا بقولها كده مره واحده. بقول لكم اللي عاوز يروح يقراها يروح يقراها من كتاب الفلاني. طيب الفكره كلها ايه؟ ده عندي سلاح، ده عندي كده الباج بتاعي. خلاص؟ عاوز اجيب له الباور جيم بتاعه او الجيم من هنا هنا، هو في الاخر هيبقى عباره عن ايه؟ عن نص. هنجيبه ازاي؟ هنجيب له الايه؟ الباينابل بتاعته زي ما اتكلمت في الاول. خلاص؟ وساعتها لو عندي ماتش بوزيشن في الارض يبقى الباور عندي بيساوي كام؟ باور جيم. هنقسم الكود على بعض، يبقى الار ان على ان بلس ار اس في الاي بي كل سكوير مضروب في الايه؟ الار اس على الاوتبوت اللي هو لا هو ستيبل. ماشي، اللي جبناه من شويه. خلاص؟ طب بالنسبه بقى للنويز، هي دي المهمه، لما هاخد كل ستايل دي هي النويز. في سيري بتقول دلوقتي لو انا عندي باسيف نت. خلاص؟ ماشي؟ اقدر اقول ان في ايكويفالنت سيركت للنويز زي ما بيبقى في ايكويفالنت سيركت للايه؟ للسيجنال. الايكويفالنت 7 ايكويفالنت، تمام؟ مش انا ببص ان هي ممكن اجيب 7 ايكويفالنت. نفس الحكايه ممكن اجيب سبب الايكوبرنت ان هو النويز. ماشي خلاص، و النويز ده بيبقى عندي نويز فولتج وايه؟ وار اوت. معايا مش معايا؟ تمام خلاص. النويز فولتج دوت هيبقى نتيجه الايه؟ الار اوت بتساوي بيك سيري. خلاص، السيري كمان تثبت ان الار اوت دي هي الار اوت دي في الايه؟ في الباي، في الباي نت. ماشي، هناخدها كده خلاص. اجي انا عاوز يقرا السي ممكن يروح ايه يقراها، بس هي اوت اوف كورس خالص، اوت اوف كورس. ماشي، يبقى النويز فولتج في الاوتبوت هيساوي كام؟ لو خدنا السي و دي كده اوت از ا جيفن، يبقى النويز فولتج هنا في الاوتبوت هيبقى كام؟ هيبقى الاي نول سكويرد في الار ال على ار ال بلس ار اوتبوت كل ايه؟ سكويرد. طب وقيمه النويز فولتج ده كام؟ 4 كي تي ار اوت. ماشي، يعني احنا ناخد ار اوت بغض النظر عن اي ريزستنس ثانيه موجوده. ما هي ده باسف، من بره ده باسف. لا، في الدايره القديمه. الدايره القديمه؟ عربة انا في نفس الار اوت، هي الار اوت اللي كانت موجوده من شويه. موجوده في بالظبط. كان في ريزستنس ثانيه مش هاخدها؟ في ريزستنس ثانيه. اللي هي ار اس مثلا. لا، انا ببص من هنا كده على طول بحط ار اوت، دي برضه موجوده فيها. ماشي؟ خلاص؟
ومعنى في الاول النويز دي بتنكلود النويز بتاع مين؟ بتنكلود النويز بتاع الريزستنس دي؟ النويز بتاع الار اس. ماشي؟ خلاص؟ فالتوتال اوتبوت نويز دوت اللي انا بحسبه هو التوتال اوتبوت نويز بتاع مين؟ كله على بعض. بتاع الدايره اللي انا حطيتها وبتاع مين؟ الار اس. ماشي؟ طيب والتوتال اوتبوت نويز بتاع ار اس بس لو هعمل ايه؟ هاخد النويز بتاعت ار اس دي واضربها في الاثنين اللي انا شايف اللي هو اسمه ايه؟ اي بي صح؟ فده الجزء بتاع التوتال نويز في الاوتبوت بتاع مين؟ بتاع الار اس بس. طيب تعريف النويز فيجر كان ايه؟ واحد تعريف النويز فيجر اكتبه تاني عشان تركز عليه دي معايا. الاف كان بتساوي كام؟ كان النويز الانبوت بتاع ار اس زائد النويز الانبوت بتاع السيركت على النويز الانبوت بتاع ار اس صح؟ دي لسه قايلها من شويه صح؟ مش ممكن اقرا فوق تحت في الجيم؟ ماشي. يبقى النويز في الاوتبوت دوت ار اس زائد النويز في الاوتبوت بتاع السيركت على النويز في الاوتبوت دوت ايه؟ ار اس. او عامه التوتال نويز سواء في الانبوت او في الاوتبوت كومبيرد للنويز بتاع مين؟ بتاع السورس ريزستنس. ماشي؟ فهنا كل اللي هنعمله ان احنا هناخد توتال اوتبوت نويز وهنقسمه على النويز بتاع مين؟ بتاع السورس ريزستنس اللي هو ده. لما نقسم الاثنين دول على بعض بيطلع حاجه مهمه جدا. ماشي؟ ان النويز فيجر بيساوي كام؟ واحد على ايه؟ على اللوس على الباور جين عندي. الباور جين في الحقيقه هو ايه؟ لوس. واحد على الباور جين اللي هو لوس فده يطلع على طول لوس بتاع مين؟ بتاع الباسيف نتورك. الكونكلوجن بتاع الكلام دوت لو انا عندي اي باسيف نتورك كده. ماشي؟ من هنا لهنا بتعمل لي لوس اسميه ال دي بي ساعتها النويز فيجر بتاعها بيساوي كام؟ هيساوي لوس. ساعتها النويز فيجر بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي لوس. ماشي؟ لازم تبقى بيور باسيف نتورك. الكلام ده لازم يبقى بيور باسيف ايه؟ باسيف نتورك. ماشي؟ يبقى انا دايما عارف الباسيف نتورك اللي انا بحطها هي بتديني لوس في السيجنال جين وقصاد كده ان هي نويز فيجر مقداره كام؟ مقداره 1000. لو اللوس بتاعها 0.1 يبقى معناها كده الجين بتاعها بكام؟ 10 0.1 دي بي. لو اللوس بتاعها 0.1 دي بي يبقى الجين بتاعها بكام؟ وناقص 0.1 يعني ليه السيجنال ايه؟ ناقص 0.1 والنايس فيجر بتاعها بكام؟ 0.1 ساعتها. خلاص؟ ساعتها النايس فيجر هيبقى بكام؟ 0.1. طيب نيجي بقى نشوف الاكزامبل دوت اللي هو او لا بس سوري دكتور عندي سؤال معاك. هو دكتور لما ايه علاقه النتورك دي بالباينري؟ يعني انا قلت بس ان الاوتبوت داخل على فلتر بعد كده هاخد الباي نتورك دي دي ايكوفلنت سيركت خدتها في سنه ثالثه اللي هي انا ممكن اوصف اي تو بورت نتورك بدون طريقه ممكن اوصفها بالاتش ممكن اوصفها بالباي ممكن اوصفها وات ايفر حتى لو او ال يو سي كده اه حتى لو او ال يو سي دكتور ماشي انا احنا ازاي جبنا التوتال اوتبوت بتاع الريسبونس بتاع الارس عشان عندي باور جين خلاص حاطط الدنيا هنا ماتش انا قلت ان ده لازم ماتش كونديشن انا حاطط هنا ماتش عندي النويز بتاع الارس عارفها جبت التوتال الثاني عملت جبت البوتش هنا وعملت ضربته في الاخر في الايه؟ في الايه؟ باور جين ماشي فضربت الفول دي ار اس ضربتها في باور جين على طول ماشي زي ما اتكلمنا على اي بي 3 ان انا لو عندي كذا بلوك ورا بعض اي بي 3 تمام هيبقى عندي كذا بلوك ورا بعض برضه فين؟ في النايس عاوز اقول لهم النايس فيجر ايه؟ ايكوال بنات بقى تمام هنعملها ازاي؟ اول اسالكم سؤال برضه انهي بلوك اهم؟ خلينا نشتغل على الاثنين الاولاني ولا الثاني؟ الاولاني الاولاني الاولاني
النويز بتاعته بتتكبر، ولما اجي للنويز اما اجي للبلوك الثاني السيجنال اوريدي هتبقى كبرت، فالنويز اللي محطوط من اول بلوك هيحصل لها ايه؟ هتبقى ايه؟ هتبقى تاثيرها اقل على الايه؟ على سيجنال، ان السيجنال اوريدي هيحصل لها ايه؟ كبرت. ماشي؟ السيجنال هيحصل لها ايه؟ كبرت. ايه؟ النويز بتاع اول بلوك، عشان كده النويز بتاع اول بلوك مهم، لكن النويز بتاع الثاني بلوك تاثيرها هيبقى ايه؟ تاثيرها اقل. صح؟ طيب عندنا النويز فيجر، احنا ممكن نقول هو التوتال اوتبوت نويز على الاوتبوت نويز ديو تو ار اس. ماشي؟ طب نحسبها اهو، كل بلوك هو عباره عن ايه؟ عبارة عن input referred noise v noise input 1 squared، وخلينا نعملها في power n1 وهنا n2، كل بلوك ليه input referred noise، ايه ليه input referred noise بتاعه، يبقى total output noise بكام؟ هيبقى n1 مضروب في كام؟ a1 a2 a3 في داخل input. ماشي؟ input referred يبقى g1 a squared G2 squared زائد كام؟ N I 2 مضروب في كام؟ G2 بس squared. صح؟ الكلام ده كله اقسمه على كام؟ لا زائد النويز بتاع مين؟ R S مضروب في G1 squared G2 A squared. لما بحط الأوتبوت نويز including ايه؟ R S. ماشي؟ طب وتحت هيبقى كام؟ N I R S squared G1 squared G2 squared. صح؟ ده هيساوي ده وده يكون كام؟ واحد زائد ال N I واحد على ال N I S زائد ال N I اثنين على G1 squared N I S. صح؟ مظبوط؟ طب المعادله دي تقول ايه؟ اه فعلا النويز بتاع البلوك الثاني بيتكتب الجين اللي موجود في البلوك الاولاني هيحصل لها ايه؟ صغر كام بيعمل ايه؟ بيعمل تاثير. فيبقى ده الاسكوت بتاع البلوك كلها. ماشي؟ المعادله بقى بنكتبها بشكل ثاني، الترم ده بيساوي كام؟ فبنكتبها اف 1 زائد الترم ده عباره عن ايه؟ F2 minus 1 على G1 squared. ماشي؟ ولو عندي بلوك تالت هكتبه كده F3 minus 1 على G1 squared G chain squared and so on. ودي الفريز equation بتاعت ايه؟ ماشي؟ واتفقنا انهي بلوك هو اهم بلوك؟ البلوك الاولاني. يبقى البلوك الاولاني عشان اقلل التوتال انبوت فيلد نويز، عشان اقلل التوتال انبوت فيلد نويز لازم اعمل ايه في الجيم بتاعه؟ اكبر الجيم. لازم اكبر الجيم. طب والانيرتي بتقول لي ايه؟ اقلل الجيم. اقلل الجيم. فانا عندي دايما في ايه؟ في تريد اوف. المهم لازم ندرسه دي دايما في السيستم ديزاين بتاع السيستم. ها؟ فانا لو عندي كاسكيد بلوكس ماشي؟ التوتال نويز فيجر بيبقى F1 زائد F2 ماينس F1 على A1 سكويرد هي دي باور، يعني ده سكويرد ده سكويرد ده سكويرد. خليني أصلحها عشان أوضحها. ماشي. نيجي بقى نتكلم على قصة إن أنا أحط الفلتر فين؟ في الليمت. واحد قال لك أنا عاوز أحط الفلتر فين؟ في الليمت. عندي فلتر وعندي امبليفاير. ماشي؟ الامبليفاير ده ليه جين اسمه الفا 1 وليه نويز فيجر اسمه اف 1، والفلتر ده انا عندي ليه جين اللي هو ماينس اف. ماشي؟ وليه نويز فيجر بكام؟ بألف.
ماشي الماس فيجر بتاعه كام؟ لا يبقى التوتال ماس فيجر بيساوي كام؟ هو F1 صح؟ L minus 1 على F1 ده L minus 1 اللي هو F1 minus 1 هو أول واحد المفروض هل F2 ده أصبت مين؟ ماشي بقى F2 ماشي F2 minus 1 الكلام ده يساوي على كام؟ على اللوس بتاعه صح؟ اللوس على ده يسميني على فون تويت ماشي خلاص طيب ده فون كام بلاد صح ده لف تو كام ده لف تو ماينس فون واحد على فون تويت ده هي كام ألف كام والله بينا فين ماشي خلاص واحد على الفون سكوير اللي هي ايه؟ لا ده ولا كده عشان ده بلاش ماشي؟ طب الكلام ده بيساوي كام؟ ايه ده تتكلم على ال؟ ادينا فاتح كام؟ ايه ده فاتح 60 صح؟ ماشي؟ تعال نشوف بقى الدي بي الدي بي بنخلي دايما نتبع نفس خلاص يساوي كام؟ تان لوج ايه ال زائد ان انا في يعني هي بيساوي لوس بالدي بي زائد ان انا في معنى كده لو انا جيت كده قبل ان ايه رحت حاطط كده فلتر الفلتر ده انا حبيت اعمله فيري شارب فيري شارب فلتر زي ما كان فيه قدام بيعمل لوس كبير قوي وليكن عمل لوس 1 دي بي عشان اعمله فيري شارب عشان السيجنال بتاعتي على طول النايس فيجر هيحصل له ايه؟ عليه ان هو عالي على طول كام؟ 1 دي بي فاهم؟ فعامة اي فلتر بنحطه في الانبوت بتاع الريسيفر لازم اقدر الفلتر دوت يبقى ايه؟ اللوس بتاعته مالها؟ فيري لو لوس لانها بتعمل ايه فلاشه في النايس فيجر بتعليه اكزامبل بس عشان تحس بالارقام الجي بي اس بنحتاج ماس فيجر كام فيه؟ 1.5 دي بي توتال ماس فيجر بتاع السيستم هو 1.5 دي بي خلاص ماشي 1.5 دي بي دي لما تيجي تحسبوها هتلاقوا السيركتس ما ينفعش تحط نويز اكتر من 0.3 قد بتاعت الانترن متخيلين معايا مش متخيلين ماشي لو النويز بتاع السيركت قد النويز بتاع الانترن هتبقى واحد زائد واحد هتديني كام؟ اثنين اثنين يعني كام دي بي؟ ثلاثة دي بي هيجي بقول لك لا عشان تستقبل الجي بي اس سيجنال بتاعتك انت محتاج النويز فيجر بتاعك يبقى 1.5 دي بي لما تحسبوها هتلاقوا ان النويز اللي بتحطها الدوائر كومبليت النويز بتاعتك الانترنا قد ايه؟ 0.3 تمام؟ ومعنى كده احنا بنتكلم في فيري لو ايه؟ نويز ليفلز تخيل بقى واحد يجي كده يحط في الريسيفر فلتر كده في الانبوت ماشي؟ ب 1 دي بي لوس اللي يحصل كانت دايره كلها النويز فيجر هيحصل لها ايه؟ تطلع فوق مش هتعرف تستمتع خلاص ماشي فعشان كده اتس فيري دينجرس هو احنا لما نيجي نحط فلترز في الانبوت لازم اضمن انها تبقى فيري لو ايه؟ لوس تلاقي ناس بتتكلم على لوسز في الانبوت 0.1 دي بي 0.2 دي بي بس ما نعرفش نختار السيجنال كويس ماشي هنتكلم عليها ان شاء الله في الريسيفر يبقى دلوقتي انا عندي اي لوس يطبق في الانبوت بس بنقص الكلاك في الانبوت انا ينفع على طول اعمل ايه في النايس فيجر؟ ارفع لي النايس فيجر بمقدار الوصل اللي هو ايه؟ اللي هو حطه كفايه كده عليكم النهارده